السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام. في هذه الحلقة اليوم سوف نركز فقط على موضوع واحد وهو القرعة الأمريكية لسنة 2020، أخص بالذكر الفائزون في القرعة الأمريكية لسنة 2020. إذا كنت من الفائزين في القرعة الأمريكية لسنة 2020 فهذا الأمر وهذه الحلقة تهمك. لا أتحدث على قرعة 2021 ولا أتحدث على القرعة الجديدة 2022، أركز على قرعة 2020. الخبر خبر صار إن شاء الله سوف يتم من خلال هذا الخبر الذي سوف أشرحه لكم في هذا الفيديو أن يستفيد تقريبا 9905 أشخاص من الفائزين في القرعة الأمريكية. القرار الذي اتخذه أميت مهتا يتكون من 53 صفحة، سوف تجدون رابط هذا القرار أسفل هذا الفيديو. بالطبع أقولها صراحة، شخصيا قرأت 20 صفحة هذا الزوال، 20 صفحة لأخذ يعني فكرة عن هذا القرار. لكن ملخص يعني ما طلب به أميت مهتا سوف تجدونه في الكونكلوجن، في آخر تقريبا فقرة أو باراجراف في هذا القرار. يعني آخر فقرة هي التي تحمل القرار النهائي وماذا يطالب به أميت مهتا. هذا الفيديو لن يكون طويلا، لكن أريد فقط أن أوضح لبعض الإخوان الذين تواصلوا معي هذا الصباح بخصوص هل هذا الخبر صحيح أم لا، لأن هناك بعض الإخوة من المغرب من الجزائر تواصلوا معي وأخبروني بأن الصفحات الفيسبوكية تتحدث على هذه البشرة الصارة. نتمنى خيرا إن شاء الله. فعلى كل حال، ما قام به أميت مهتا هو أنه طالب وزارة الخارجية الأمريكية بأن تمنح ل9905 أشخاص الفرصة للحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة الأمريكية. كما تعلمون هذا القرار اتخذه أميت مهتا السنة الماضية في شتنبر من السنة الماضية، لكن وزارة الخارجية الأمريكية لم يعني تباشر هذا الأمر ولم تعالج هذا الأمر، وبدأت يعني الأمور تتعقد خصوصا مع القرار التنفيذي الذي اتخذه دونالد ترامب السنة الماضية، لأنه كما تعلمون اتخذ قرار في أبريل مدده إلى غاية يونيو، بعد ذلك في يونيو سوف يتخذ قرار سوف يمدده إلى آخر يوم من سنة 2020، وفي آخر يوم من سنة 2020 سوف يمدد القرار التنفيذي إلى غاية 30 من مارس، وأنتم تعلمون يعني القصة لا نريد الدخول فيها. فعلى كل حال القرار اتخذه أميت مهتا السنة الماضية، لكن وزارة الخارجية لم تقم بأي شيء. الآن طالب أميت مهتا هذه المرة بأن يتم معالجة وإعطاء فرصة ل9905 أشخاص من الفائزين في القرعة الأمريكية لسنة 2020. السؤال الذي سوف يطرحه العديد من المشاهدين الآن وهو كيف سوف يتم التواصل معنا وما هي الأرقام التي سوف يتم التواصل معها؟ هل سوف يتم البدء من الأرقام التي توقت فيها المقابلات؟ لأنه أعلم شخصيا العديد من الأصدقاء المقربون الذين يعني كانوا على وشك الذهاب إلى القنصلية، وهناك أناس ذهبوا إلى القنصلية لكن بعد ذهابهم إلى القنصلية لم يتوصلوا بأي خبر، ووقعت كورونا ودخلت أمريكا في قرارات دونالد ترامب. لكن أريد أن أوضح بكل صراحة بدون كذب أن الأمور سوف تتم بشكل عشوائي. يعني تلك 9905 تأشيرة لن يتم البدء بالأرقام التسلسلية. يعني مثلا لنقل مثلا أنه في سنة 2020 توقفت المقابلات مثلا في رقم 30,000، أوكي، فمع هذا القرار الذي اتخذه أميت مهتا لن يتم يعني التواصل مع 30,001 30,002 وهكذا، لا، سوف يتم انتقاء الأرقام بشكل عشوائي، وسوف تجدون الكلمة random بمعنى عشوائيا سوف يتم انتقاء الأرقام والتواصل معها من أجل المقابلة. بالطبع
هذا القرار الذي اتخذه أميت ميتا لم يسفر عن متى سوف يتم البدء من طرف وزارة الخارجية الأمريكية في التواصل مع الناس أو معالجة أمورهم أو الذهاب إلى القنصلية. سوف يكون هناك اتفاق قبل أو يوم 25 من غشت، يعني تقريبا بعد أعتقد 10 أيام عندك، سوف يتفق الأطراف على متى سوف يتم البدء في يعني تطبيق هذا القرار الذي اتخذه أميت ميتا. ليس هناك تاريخ يقول أنهم سوف يبدأون في أوائل سبتمبر أو آخر سبتمبر أو آخر غشت، بل هناك اتفاق، سوف يكون هناك اتفاق بين الأطراف آنذاك سوف يتم إخبار المحكمة في شخص أميت ميتا، وآنذاك أميت ميتا سوف يعطي القرار النهائي. مثلا سوف يقول أنه يوم كذا على وزارة الخارجية الأمريكية أن تبدأ في معالجة وإعطاء الفرصة ل 9905 أشخاص. هذا كل ما يتعلق بهذا الأمر، لأن كما قلت القرار يتكون من 53 صفحة. إذا كان لديكم وقت، بالنسبة للإخوة الذين لديهم وقت، فيمكنكم الدخول على ذلك الرابط أسفل هذا الفيديو للمطالعة. لكن أقولها بصراحة وسوف أظهر لكم على الشاشة الآن، سوف أقوم بعمل سكرين شوت لآخر باراجراف أو فقرة سوف تجدون فيها القرار النهائي الذي توصلت له المحكمة مع جميع الأطراف. ليس هناك تاريخ ولن يتم انتقاء الأرقام بشكل تسلسلي، بل سوف يكون بشكل اعتباطي أو عشوائي أو راندم. سوف يتم اختيار أرقام يعني إلى غاية أن يتم يعني إكمال 9905 يعني تأشيرة. أتمنى أن هذا الخبر يكون خبر صار للجميع، لأنه أعلم أنه على الأقل سوف يكون دفعة أمل للناس الذين فازوا في القرعة الأمريكية سنة 2020 وانتظروا تقريبا سنة أو أكثر لكي يسمعوا خبرا أو يسمعوا قرارا مثل هذا القرار. نتمنى أن هذا الأمر يكون دافع كذلك للمحكمة ليتم حل التباطؤ والأمور التي تعاني منها قرعة 2021. وبالنسبة لقرعة 2022 نتمنى أنه يكون هناك مقابلات ومنادات على الفائزين إن شاء الله في شهر أكتوبر المقبل. هذا كل ما يتعلق بهذه الحلقة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.